السلام عليكم، ازيكم؟ في الفيديو ده هنتعرف على اهم 5 مواقف لا تنسى حصلت في مباراة الاهلي والزمالك من وجهة نظري. ولكن في البداية انا بدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جاي هيكون فيديو مهم جدا جدا. ونرجع لموضوعنا مرة تانية. دايما مواجهات الاهلي والزمالك في المباريات بيكون لها طابع خاص للجماهير واللاعبين، لان المباريات دي دايما بتتميز بالندية والتنافس، وكل فريق بيسعى للفوز وتفوق على الاخر، واللي بيكون معروف في الدرب القاهري. عشان كده هنشوف اول موقف، واللي هو كان حذاء شيكابالا في احدى مباريات القمة اللي جمعت بين الاهلي والزمالك عام 2010. قام شيكابالا برفع حذائه للجماهير، ده كان رد على السباب والاهانة اللي تعرض لها، وفي الوقت اللي لقي تحية من جماهير نادي الزمالك اتعرض للسباب من جماهير النادي الاهلي. قام رفع حذائه باتجاههم ووجه لهم الفاظ خارجة، وده اللي ادى لزيادة الهجوم عليه وتوتر العلاقة بينه وبين جماهير النادي الاهلي. ده كان اول موقف. اما الموقف الثاني فكان وقفة رمضان صبحي في موسم 2014-2015. احتفل رمضان صبحي خلال مباراة القمة بالوقوف على الكورة، وده اللي اعتبره لاعيبة الزمالك ان دي اهانة ليه ولتاريخ ناديهم. طبعا حصلت مشادة بين اللاعبين على ارض الملعب، واللي قام حازم امام بضربه بالشلوت، قام الحكم طرد حازم امام، ورمضان صبحي كرر نفس الحركة في مباراة السوبر في الامارات، وده اللي خلى حازم امام برضو يهب للملعب ويهاجم رمضان، وحصلت مشاجرة ومشادة بين اللاعبين، ودي اللي دخل فيها قائد الاهلي السابق حسام غالي. ده كده كان الموقف الثاني. اتعرض شوقي السعيد لاعب الزمالك للمشاكل بعد نهائي كاس مصر في 2016، وده لما حاول لاعيبة الاهلي ان هم يعتدوا عليه، وده سببه ان وليد سليمان قال لزمايله ان شوقي السعيد بيخبي دبوس الشرطة، على الرغم من طلب لاعيبة الاهلي انهم يفتشوا ضوافر شوقي السعيد قبل المباراة عشان يتجنبوا الاصابات، الا ان الازمة ولعت بعد الماتش. ده كده كان الموقف الثالث. الموقف الرابع هو كان مؤمن زكريا، وده لما قام مؤمن زكريا لاعب الاهلي بالاحتفال بعد تسجيله هدف في نادي الزمالك، وده لما كان بيخرج لسانه وحاطط ايديه على ودنه، وده اللي اثار استفزاز جماهير القلعه البيضاء وكل مره بيسجل فيها هدف. اما الموقف الخامس كانت ترقيصة ايفونا، وده لما استعرض مهاراته قدام لعيبه الزمالك في احدى المباريات، وده لما تلعب بالكره بوسط 3 لاعبين من الزمالك ومحدش عرف ان هو يتمكن ان هو يوقفه، وبعدين لما سدد الكرة في المرمى واحرزها هدف، وده اللي اثار على اعجاب الجماهير. دي كانت اهم 5 مواقف لا تنسى بين الاهلي والزمالك من وجهة نظري. وفي النهاية لو عجبك الفيديو دعمنا باللايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة انا بدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جاي هيكون فيديو مهم جدا جدا. وشكرا للجميع.